راكباً يرافقانه، ماشياً يلاصقانه، ولولا أن طائرته خاصة لكان ظله في السماء. توأمان يرافقان رونالدو في حله وترحاله، لكل منهما 10 عيون ومثلها آذان، ولأي خطر هما متأهبان. رجلان فقط يؤمنان محيط رونالدو ب360 درجة، لا تسألني كيف، فتلك وظيفتهما. إنهما الحارسان الشخصيان للدون، وهما هالة الأمان التي تحيط بهالته الشخصية. التوأمان سيرجيو وخورخي راميليرو، جنديان سابقان في القوات الخاصة في الجيش البرتغالي، انضما إلى وحدة الحماية اللصيقة في الشرطة البرتغالية، تلك التي تحمي القضاة والسياسيين. قبل اختيارهما بعناية ضمن مجموعة مكونة من 3 توائم لحماية رونالدو وعائلته، إذ شوهدا عدة مرات رفقة صديقة رونالدو جورجينا وأبنائهما. وطبعاً لم يغب التوأمان عن استقبال رونالدو في الرياض وصولاً إلى ملعب نادي النصر السعودي.